تعتبر اقتباسات أقوال الحكماء مصدراً مهماً لفهم الحياة، لأنها تختصر سنوات طويلة من العلم والحكمة في بضع كلمات. ونظراً لما تمتلكه الهند من حضارة وثقافة فريدة من نوعها، أقدم لكم في هذا الفيديو 44 حكمة مستوحاة من عمق التراث الهندي العريق. أكبر المحيطات في العالم يتكون من قطرات صغيرة من الماء. الشجرة لا تحجب ظلها حتى عن الحطام. يبدو العالم مظلما بالنسبة لمن يغطي عينيه. القفل السيء يغوي السارق. ما ترغب بالقيام به غدا قم به اليوم، وكل ما تنوي القيام به اليوم باشر بفعله الآن. ما ضاع أبدا من سار على درب مستقيم. هذه النبتة من تلك الحبة. فاقد الجرأة ينبغي ألا يشتكي من سوء حظه. لا تعثر قدمنا بالجبل بل بحجر. من لديه صديق حقيقي لا يحتاج إلى مرآة. الصديق الذي صنعته بالهدايا سوف يشتريه غيرك. الجاموس لا يشعر بثقل قرنيه. الأمور التي تعرفها تعادل في حجمها حفنة الرمل التي في يدك، أما الأمور التي تجهلها تعادل في حجمها حجم الكون. مريض قديم أفضل من طبيب جديد. لا تدع الهرة لكي يصالح عصفورين يتقاتلان. لا تعهد إلى الذئب برعاية القطيع. لو غسلت الثوم بماء الورد لما زالت رائحته. كل كلب في حيه نمر. جيفة واحدة تكفي لجمع الغربان. حيث يسكب العسل يتجمع الذباب. ما أجمل الوقوع على الأرض إذا صادفت يدك جوهرة. إذا أردت قتل أرنب فاحمل السلاح الذي يردي النمر. ينبغي أن تكون للكذاب ذاكرة جيدة. ليس كل من نفخ في البوق أصبح صيادا. من فقد عينا عرف قيمة العين التي بقيت له. من يظهر عيوب الآخرين ينحط في نظر السامعين. في اللسان هلاك الإنسان. الشخص المسرع في مشيته سيعترض طريقه العديد من الحفر. البيت ليس حجارة، البيت امرأة. المرأة الصالحة والعافية هما أفضل غنى للرجل. يبحث الفقير عن الغذاء ويبحث الغني عن الشهية. من لا يملك بقرة ولا ثورا ينام جيدا. بقدر ما يكون اللباس ناصع البياض تكون اللطخة أظهر. صانع الخزف يتناول طعامه دائما في صحن مكسور. قيض الشمس يجعلنا نقدر لذة وجودنا في الظل. ليس من الحكمة والمنطق أن تعيش في الماء وتعتبر التمساح عدوا لك. كالذي يحتاج لموافقة مختار القرية للشرب من ماء النهر. لا يوجد شجرة لم تحنها العاصفة. حسد العدو هو عقابه الشخصي. زود الصغار بجذور عميقة وامنح الكبار أجنحة طليقة. زينة المرأة حياؤها. نعرف قيمة الملح عندما نفقده وقيمة الأب عندما يموت. عدو واحد هذا كثير، 100 صديق هذا لا يكفي. الخبز المأكول ينسى بسرعة.